خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غنفصل معكم هذا جلابه مونطو بخياطه ديكوب، فيها خياطه ديكوب وفي عندها القب، القب عندها بالفرور ولاصقي في صدايف، ما لاصقش في المونطو باش الا بغات مولاتو تحيدو ولا شي حاجه. غنبداو على بركه الله. عندي هاد الثوب هذا راه ما كيتيريش، كيتيري لا في العرض ولا في الطول، وعندو هاد الزواق ما عندوش شي خطوط اللي خصهم يجيو في اتجاه واحد. المهم عندو هاد الزواق هذا كما درتي له هو هذاك. انا غنفصلو في العرض كما شفتو. هذه هي، هذا هو الطول ديال الثوب، فيه 2.5 متر. هذه هي الحاشيه، هذا هنايا راه 2.5 متر عندي. غنجي لهاد 2.5 متر وغادي نقسمها هكايا، هاهي هنايا على جوج. وهذا العرض ديال الثوب، عنده في المنكب 1.5 متر، ها هو هاد العرض، هذا هو اللي غيكون في الطول. دابا غادي نحط الثوب ديالي هكا على جوج، هكا الجهة المسدودة تجي من التحت، هنا في غيكون عندي الظهر، هاد الجهة المسدودة، وهاد البلاصة هادي هنا اللي محلولة غيكون عندي فيها الصديفات اللي غتكون للأمام. غادي نحطو وغنولي نديرو على 4 بهاد الطريقة هادي، نديرو على 4 ونطوي هنايا لداخل واحد 6 ديال السنتيم. هادو غيكونو ديال الصدايف. صافي هنا راه كدي التوب ديالي، هادي هي 6 سنتيم طويتها هنايا، جبتها مقادة مع هاد ديال الظهر، كونو متقادين هنايا بجوج. صافي هنا عندي 6، 4 سنتيم غادي نطويها ديال الصدايف، وجوج سنتيم غتبقى لي ديال داك الكروازي فاش كنديرو 4 سنتيم على داك 4 سنتيم، راه كيتنقص لنا من العرض ديال الصدر وديال من العبارات كاملين. فخليت داك 2 سنتيم. دابا غنحط الكتاف ديالي، عندي في الكتاف 20 ونزيد سنتيم ديال الخياطه. هنايا هبط 3، هبط هنايا 21، هيا فين عندي 20. هنايا غادي نزيد 2 سنتيم على حساب هاد مولات هاد المونطو اول مره غنخيط لها، فغنزيد لها على حساب التركيز 2 سنتيم، داك 2 سنتيم ديال الخياطه ديال ديكوب اللي غناكل لها من هنايا. عندي واحد غندير لها 23، ها هي الصدر عندي 26، ونزيد 3 سنتيم، سنتيم ديال الخياطه و 2 سنتيم ديال ديكوب هنايا. هيا 3 ديال السنتيم، وغادي نهبط من هنايا 14، ومن هنا لهنا 14. هذه كما قلت لكم راها قاعده درتها معاكم وعاودت. البطن عندي 25، ونزيد 3 سنتيم كما زدتها في الصدر. صافي هانا الحوض عندي 31، ونزيد 3 سنتيم. هادو هما العبارات ديالي. غادي نحط من هاد النقطة هادي لهاد النقطة اللي عندي هنايا بهاد الطريقة هادي، ونجيبها هكاك ونحطها من هاد النقطة لهاد النقطة، نقلبها لعندي هكا، ندير لها هكا هي. لما كانتش هادي راه ماشي ضروري، راه كنصاوبها معاكم شحال مره، كنصيل هذا الخط هذا لهنا وهذا كنصيلو لهنا، وهذا كنطلع من هنا واحد 6 سنتيم، وكنجي كندور هكا. غادي ندير الدوره ديال العنق، غادي يكون عندي فيه كل اوفيسي غندير فيه 7 سنتيم، ما غنديرش 8،
على حسب باش ما يجينيش كبير محلول. صافي، وغادي نسال هذا الخط، هاد النقطه هذه هنا، لهاد النقطه اللي عندي هنا اللي هبطت بها ثلاثه. غادي نجي لهنايا الخط ديال البطن وندير هاد الخطوط باش غادي نصاوب داك البانسه ديال ديكوب اللي عندي هنايا. ندير خط مستقيم نيشان، نجي لخط الحلق ندير خط، دابا غادي نصايب البانسه ديالي. هنا غادي نجيو لهاد العبر اللي عندي هنا في الصدر وغادي نقسمو هكا على جوج. عندي هنايا 15 وغادي نزيد نقص سنتيم، ما نديرش النص، غندير غير 14 هنايا 14 هكايا. ونجي الخط ديال الحزام غندير 14 والخط ديال الحوض ندير 14 بهذه الطريقه هذه. غادي ندخل من هنايا في هذا الخط، في هذه النقطه اللي درت، غندخل من هنا جوج سنتيم ومن هنا جوج سنتيم، هي 4 ديال السنتيم ديال البانسا. هاد البانسا يمكن لكم تكبروها، يمكن لكم ديروا غير سنتيم سنتيم، تنقصوا غير جوج سنتيم على حساب مولاتها واش بغاتها تكون مسروفه من جهه البطن ولا تكون شويه واسعه. انا هنايا حيدت غير 4، يمكن لكم تحيدوا حتى 6 ديال السنتيم. هنا غادي نطلع من هذا الخط ديال البطن، غادي نطلع 12 هنايا وغنجيب هاد المسطره وغادي نسير هاد النقطه هادي لهاد النقطه اللي عندي هنا اللي درت ديال جوج سنتيم هكا، وغنجيبها ونصيرها عاود مع هاد النقطه هادي اللي عندي في الحوض على هاد الطريقه هادي. صافي، هادي هي البانسه ديالي. هنايا غادي نجي لهاد النقطه هادي وغادي نهبط هنايا 14 هكا، غنجيب هاد البيستولي وغندورها بهذا الراس ديالها هكا على هاد الطريقة. صافي، هادي هي البانسة ديالنا. غادي نقطعو من هنا وغادي نخويو هاد البانسة هادي، نحيدو هاد الطريف اللي هنا في الوسط. هنايا غادي نهبط 14 14 ونسير بخط بالطريقة هادي. غنشوف بعدا الطول ديالي، غنجيب هنا الأعلى الكتف هنايا، غادي نحط عندي في الطول هنايا 137، هاهي 137 هنايا، وغادي نزيد 5 سنتيم ديال لغني من التحت. هادي ديال الطول وهادي ديال لغلي. غادي نجي لهنايا ونسير بخط هاد النقط اللي درت، الإيفازي من التحت غادي ندير فيه 44 درت فيه هنايا 45 في الإيفازي على حساب غادي يمشيو لنا هنايا جوج سنتيم في كل دوفا ديال الخياطة ديال هاد الديكوب. وغادي ندخل هنا واحد جوج سنتيم في هاد البلاصة هادي باش ما يجيناش طايح. صافي كما شفتو، دابا غادي نقطعو، وهاد البلاصة هادي اللي بقات لي هنا راه منها غادي نخرجو الكمام. هنايا راني نسيت ما خرجتش هنايا جوج سنتيم ديال ديكوب اللي كتشرب لنا، حيت هاد الجهة هادي كتشرب، كنزيدو فيها جوج سنتيم. هنا غادي نخرج جوج سنتيم، هاهي هنايا غنخرج هكايا وغنولي نرجع من هاد الخط هذا اللي عندي هنايا. غادي نجي
الا كتبان لكم على هذه الطريقه هذه تجي خارجه وتدور من هنايا، باش ملي كنكونوا كنخيطوها هذه دائما كتشرب لنا. هادو هما البانسات ديالي، خويتهم ديال الظهر وديال الامام، حيت عندي الثوب غليظ قطعت كل جهه بوحديتها. هنا مي غادي نخيط راه غادي يتجمعوا هكايا لهاد الطريقه هذه. دابا غندوز نكمل هادو، الا ما بغيتش نكملهم حتى لتحت ما نكملهمش، اي حد هنايا مي كنجي نخيط راه كنطوي جوج سنتيم وكنخيط، غنزيد غير شويه وغادي نحبس، ماشي ضروري تقطعو حتى لتحت صافي. صافي هادو هما الضوفات ديالي، دابا غندوز نقاد هاد الدورة ديال العنق، الظهر غادي نحيدو. انا غادي نهبط 10 صافي، غادي ندخل هنا واحد 6 سنتيم اللي كنت دايره، نمشي فيها نيشان خط مستقيم وعاد ندور وعاد ندور هاد الدوره ديال العنق ديالي على هاد الطريقه هذه، باش نقطع هنا خط مستقيم وعاد نجي داير، باش من نكون كنخيط ما تجينيش هاد من طوي هاد 6 سنتيم ما تجينيش عوجه. غادي نقص جوج سنتيم هذا ديال الامام، هنا غادي ندير جيب باسبوال، غادي نهبط من هنايا 15 سنتيم على حساب، كنهبطو 15 ولا 14، غادي ندخل من هنايا 7 سنتيم وغادي نهبط 14، ومن هاد البلاصه هادي نخلي واحد 5 سنتيم هكا هنا جاياني، ندير 3 سنتيم في داك الباندا ديالو. هذا القفا غادي نطراسيه هنا في الوجه، في الوجه ديال الضوفات، غنجيب المسطره غنحطها هنايا وغنقلب هكا هي عندي الوجه، هذا هو الوجه ديال الثوب غنطراسيه فيه، غنجيب هذا الخط هذا عاود حتى هو نبرك هكا على المسطره نشد الثوب ونطراسي هنايا، وغندير هنايا صافي. هذا غنضربو عليه هكا حيت هذا القفا وهذا هو الوجه، هو تستراسه هنايا تستراسه هنايا صافي. دابا غندوزو نفصلو الكمام، هذا هو التوب ديالنا اللي بقى كما شفتو، راه هنا كان عندنا التركيز، غنجيبو هاد الطرف هذا نخليوه على هاد الطريقة، غنقلبو باش يجيني على يدي
غادي نفصل الكمام والقب ونجي لهنايا. عندي في الكمام 8 و... في هذا في التركيز عندي 28، غادي لهنا غنحط 26 هي هذه هنايا، وندير خط، ندير خط مستقيم هنايا، غادي نهبط من هنا 13، هنا راه عندي 28 ديالي، وندير خط. هاد البلاصة هادي بقات لي غنخرج منها القب، عندي الطول ديال الكمام 57، وغنزيد جوج سنتيم، غنزيد عفوا 4 سنتيم، ديال لوغلي هنا في المونش، غادي ندير 15 الدوره ديال المونش، وغندير خط هكا يكون مستقيم. الدراع عندي 20، غنهبط من هنايا واحد 8 سنتيم، وغندير 21 سنتيم، غنزيدو ديال الخياطة، هي جاتني هنايا، ندير غير مثلث، وغادي نصيب هاد النقطة لهاد النقطة، حيت هاد التوب هذا ديال الصوف راه كيتسل، دائما ردو بالنا نزيدو السنتيمات ديال الخياطة، نزيدو جوج سنتيم ولا، أنا هنا راه زدت سنتيم ونص، صافي غنجيو لهاد المقاس هذا اللي عندي هنا، وغنقسمو على جوج، هكايا. وهذا على جوج وهذا على جوج، غادي نخرج من هاد الجهة سنتيم وغندخل من هاد الجهة سنتيم، وغادي نصيب هكايا بخط. هنايا هادو هما الكمام ديالي، غادي نجي غنحلهم هكايا على هاد الطريقة، وغنجي هاد الجهة ديال اللي كتكون لاصقة في الأمام، غادي نعلمهم هكا، وغادي نقص من هنا من هاد البلاصة هادي غنقص سنتيم هكايا، صافي نخرج غير هنايا. هنا غادي نعلم هاد المنتصف ديال الكم، غادي ندير القب، غندير في الدوره ديال القب غندير فيها 38 عفوا، حيت هذا راه ما كيبغيش يكون كبير بحال القب بلدي ديال الجلابه. وهنا في هاد البلاصه هادي غادي ندير 28، هاد الحاشيه هادي راه ما غنحسبهاش غنحيدها، نجي هنايا غنحط 24، ندير معاكم خط، وغادي نطلع هنا 10 سنتيم ولا نطلع غير 9، صافي نصير بخط من هاد النقطة هادي اللي طلعت فيها 9 لهنا، ونجي لهاد النقطة هادي اللي حطيت هنايا، هذا هو القب، غنجي لهاد القنت هذا، وغادي ندخل واحد 4 سنتيم من هاد القنيت هذا نيشان، غندخل 4 سنتيم، وغادي نجي نقوص هاد البلاصة، دير هكا دايره باش يجي بحال القب ديال الكابيتشو. من هنايا فهاد البلاصه هادي غادي نجي لهنايا، وبحال اللي غادي ندخل واحد السنتيم، هادي الا بغيتو ديروها ما بغيتوش تخليوه غير هكاك معليش.
هاد البلاصه هادي الا بغيتو تدخلوا داك سنتيم، تخرجوا سنتيم هنا وتدخلوا سنتيم هنايا، راني مفصله معاكم الطريقه بحالاش. انا غنمشي غير نيشان حيت هذا ما غيكونش لاصق لي مع الجلابه. صافي هذا هو القب ديالي. هاد الحاشيه هادي غنحيدها، غنجيب هاد القطعه هادي اللي شاطت لي هنا لتحت، هنا مع هاد القطعه هادو غنفصل الجيان. هنا غندير 20، هي هنا عندي راه 21 غنقص منه، وفي العمق ديالهم ندير 26 حيت مازال غادي نحيد باندا، غنقص جهه وحده غادي نقص من هذاك 3 سنتيم اللي غتجيني ديال الجيب، غنحلهم من هنايا. داكشي علاش وحدين نديرهم قصار وحدين نديرهم طوال. نديرهم مايلين، هاد الجهة التحتانية هي اللي غنقصو من هداك الباندا اللي غنديرو في الجيب هكايا. صافي هادو هما القطع ديال الجيب ديالي. غادي نخرج من هنا من هاد القطع هادي غنخرج الكول ديالي، ندير 24 وفي العرض ديالو حيت هو كيتسل غادي ندير 6. التوب عندي كيتسل بزاف، غادي نجي لهاد البلاصه هادي وغادي ندور وندخل من هنا واحد السنتيم من هاد القنت وغادي نديرو داير. صافي هذا هو الكول ديالي كما كتشوف كيجي داير هكاي. صافي هذه هي الجلابه ديالنا، فصلناها جلابه مونطو دورها 2.5 متر، قلت لكم راه كتكفي. فصلت الجياب، فصلت الكول، فصلت كلشي، راه شاط هاد الطرف هذا. نتمنى تكون الطريقه جاتكم سهله ومبسطه، وان شاء الله نخيطو معاكم ونوريكم الطريقه النهائيه. والسلام عليكم.